أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله فوائد كثيرة دائما بقدمها للناس، بيستفيدوا من هالخبرة المتواضعة لخبير الأعشاب حسن خليفة. بذكركم بأيام زمان، بذكركم بأمور أنتم ناسينها، بذكركم بخصائصها، بذكركم بفوائدها على أبداننا وعلى أسرنا وعلى صحتنا، صحة عظامنا، صحة بشرتنا، صحة شعرنا. فأسأل الله سبحانه وتعالى تستفيدوا من كل شيء أنا بقدمه لكم. واليوم ورق العنب، يا سلام، بسموه ورق الدوالي بالأردن وفلسطين، وكثير من الدول بقولوا ورق العنب، لكن احنا نسميه ورق الدوالي. نلفه بالرز واللحمة والبهارات، الفلفل الأسود، من شجرة العنب. هذه الأوراق الخضراء بيخللوها وإلها نكهة جدا رائعة لذيذة وإلها فوائد عظيمة، وهي من أشهر الوجبات العربية وتناقلها الغرب. بيستفيدوا منها، بلفوها على شكل لفائف محشوة باللحم والرز والخضروات، البعض بضيف إلها، لكن ببلشوا في بدايات شهر الربيع بتخزينها وتخليلها ووضعها بأكياس، بفرزوها بالثلاجة، بجمدوها. والبعض بحكي لك إيش بخللوها، بكبسوها يعني مكبوس، أو بعلبوها هذه الأوراق عشان يستخدموها بأي وقت بدهم إياهم. جاء عبالنا طبخة في رمضان بدنا ورق عنب نحشيه بهاللحمة الناعمة، لكن نشوف الخصائص لهذه الأوراق. كثيرين بياخذوا وبجففوها للتنحيف. الأوراق إلها خصائص، نعم، ننشفها وناخذ قدر 4-5 ملاعق من مطحونها، نغليها قدر ربع ساعة على نار هادئة ونصفيها ونضعها بالثلاجة، نشرب لنا كوبين باليوم. إلها فوائد ما شاء الله للحفاظ على الجسم. القيمة الغذائية لأوراق العنب، احنا ما بدنا القيمة للرز واللحم والبهارات اللي بتحطوها فيها، لكن انا بحكي على خاصية هذا الشيء اللي بنستفيد منه لأبداننا. ايش بحمينا؟ ايش بفيد أبداننا؟ إذا بتتمتع أوراق العنب بقيمة غذائية عالية لأبداننا، وبتحتوي على سعرات حرارية، وبتحتوي على ألياف غذائية لأبداننا، والعديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة الطبيعية، وبتحتوي على فيتامين ألف وفيتامين ها، يا سلام، فيتامين كي مش موجود في أي شيء، وفيتامين بي. شوفوا شو بتستفيدوا من هالطبخة من ورق الدوالي، احنا بنحكي على الورق، ورق العنب. وفيها يا جماعة من البوتاسيوم والفوسفور، تصوروا هالنعم، شوفوا هالخصائص العظيمة لهذه الأوراق، ايش بتتمتع بالفوائد. ما انخلقت عبث، احنا بس بنشتري قطف العنب بنستفيد منه خصائص وفوائد جدا عظيمة حتى بذور العنب، لكن أوراق العنب نشوف فيها من الكالسيوم، فيها من الفوسفور أيضا، تحتوي هذه الورقة ورق العنب الدوالي، ومغنيسيوم ونحاس، يا سلام شو بدي أعد، وسكريات. وبنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى من كل هالخصائص الموجودة فيها. أضرارها سهلة وبسيطة، ما إلها أضرار، لكن من شو بدنا نكون حذرين؟ من إيش؟ شو بالأردني؟ إنه برشوا العنب بمواد كيماوية، إنه نغسلها بشكل جيد قبل استخدامها وقبل تخليلها، والبعض بيسلقها قبل ما يخللها، فبالتالي بنتخلص من هذه المشكلة، نتخلص من الضرر من هذه المشكلة. فبالتالي إذا سبحان الله فيها النعم. شفتوا إيش بيحتوي ورق العنب، ورق الدوالي، وإيش الفوائد؟ ما بلشنا نشوف إيش بتاكلوا، إيش بتشتهوا
من هالنعيم اللي الله سبحانه وتعالى جعله بين ايدينا، إلها فوائد جدا عظيمة عظيمة، لكن بتحافظ على صحة القلب أولها والأوعية الدموية، وبمنع الإصابة بالقصور الوريدي. مجربات أجدادنا، وديروا بالكم العلم شو بيحكي عن هالفوائد العظيمة. إذا بحسن من صحة الحامل أيضا والجنين. شوفوا ما في أضرار لإلها مثل الأعشاب الثانية اللي أنا بمنحها عن الحوامل والأطفال، لكن مفيدة كغذاء، والله إنها كدواء يا أخوان. شوفوا محتواها إيش بتحتوي هذه الأوراق الطبيعية. شوفوا الأكل الصحي مش همبرجر ولا بيتزا ولا كنتاكي ولا معلبات، غذاء ودواء، وبمنع تطور الالتهابات وبمنع الالتهابات، مضاد حيوي من الالتهابات، حيوي طبيعي، غير انه مكمل غذائي. ذكرنا الفوسفور والحديد والول، لكن اذا بقوي مناعة الجسم تناول اوراق العنب، غير انه بحافظ على صحة المرأة الحامل وعلى جنينها، وبمنع تطور الالتهابات، وايضا بقوي جهاز المناعة، ايضا مفيد جدا، بمنع هشاشة العظام، ومفيد جدا لعظامنا وصحة عظامنا. كل هذا بورق العنب، مش العنب. العنب له خصائص، وهذه نعمة من النعم اللي الله سبحانه وتعالى جعلها بين إيدينا. مين اللي بتصيبه هشاشة العظام؟ النساء من الولادة، فبحافظ على صحة عظامها، وإذا حامل حتى على جنينها. فبالتالي شوفوا سبحان الله، حتى النساء بحميها من مشاكل سن اليأس، بيحميها من الهبات السخنة ما بعد انقطاع الدورة الشهرية. فنشوف الخصائص العظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن بيسهل حركة الأمعاء، وبمنع الإمساك، تناول أوراق العنب، أوراق الدوالي. أجدادنا كانوا هذه من وجباتهم الرئيسية، ويخللوه ويكبسوه، أبدا ما كان في ثلاجة روح يجيبنا. اليوم بالمولات يا أخوان موجود جاهز بكياس ومبرد ومثلج، بس جيبي وحطها الرز ولفي، ويا ريت بتلف، صار في مواكن للف، بدها بعشر دقائق تكون طابخة ورق عنب. هذا إذا ما عندهاش خدامة لسه، قالت لها روحي اليوم نفسنا بورق عنب. صحيح؟ إذا فوائد جدا عظيمة كانوا يستخدموه أجدادنا للتخلص من الإدمان. تناول ورق العنب يا سلام. أيضا مشاكل الجيوب الأنفية له خصائص مفيدة لهذه الحالات وهذه المشاكل، وبيخلصنا من الرشح والزكام. شفتوا إيش فيه، شو بيحتوي ورق العنب، وإيش له خصائص، وبقينا من نزلات البرد، بقينا من نزلات البرد ومشاكلها، سعال وصعوبة بالتنفس وزكام. فبالتالي شوفوا كيف أجدادكم كيف كانوا عايشين. إذا حتى الأمراض الثقيلة، ما بدي أحكي لا سرطان ولا غيره، لأنه بزيد وبقوي جهاز المناعة. وشفتوا إيش محتوى طبيعي أوراق العنب، هذه الدوالي إلها خصائص غذائية، والله علاج، والله غذاء، والله إنه دواء، وكلكم بتعرفوا ما بتاكلوا شيء إلا بتكونوا مقتنعين فيه. بس أنا مش عارف كيف مقتنعين بأكل المطاعم، أنا مش ضد المطاعم، لكن أنا والله بالنظافة، وما أحلى من أكل البيت يا أخوان. يم اليوم بتروح على السوبر ماركت ورق العنب بعبوات ومسكر، بدك المفتاح تفتح وتطلعي ورق العنب وتمدي وتفرشي وتصير تلفي. لكن كانوا يستفيدوا منه أجدادنا للتخلص من مشاكل النقرس داء الملوك، تنفيخ بالأصابع وضغط عالي، شوف الطبيعة كيف بتحلها. وكان يخلصهم من مشاكل الجهاز الهضمي. أوراق العنب إلها خصائص وفوائد عظيمة، أيضا بتنظم سكر الدم. يا سلام، هو في بعد الأكل الصحي، والله إنه بنتشهى على كل شيء بيتوتي. أكل أجدادكم يا جماعة من زمان، الفلاحين وأهل القرى
وبيستفيدوا من الخصائص العظيمة. إذا بمنع تصلب الشرايين، إذا بحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية لأنه محتواه كل شيء طبيعي فيه لأبداننا. حتى مشاكل التهابات الروماتيزم بخلصنا منها بإذن الله سبحانه وتعالى. والمفاصل، مفاصل رجلي عندي التهاب، فبالتالي كانت الطبيعة هي اللي تعالجهم، غذاهم هو دواهم، بخلصنا من السكر، كوليسترول الضار، بمنع احتباس السوائل في الجسم وانتفاخ القدمين، رجلها منفخة هيك ما شاء الله، فبيحافظ على شراييننا وصحة قلبنا لأنه غذاء طبيعي وبتاكل من الطبيعة. فكيف جسمك بده يكون صحيح؟ بينما أنا أكل سندويشة مش عارف إيش هي، شاورما الله يعلم إيش هي، شو لحمها ومين اللي عملها وإيدي نظاف مش نظاف، ولا أكل هذه الأوراق بأي طريقة عملناها، حشناها بالرز ولفناها ولا سلقناها ولا أكلناها، إلى خصائص وبيحافظ على صحة الكبد أهم شيء. طالما حسن شراييننا والدورة الدموية وعظامنا وخلصنا من الالتهابات، التهابات المفاصل، وخلصنا من مشاكل النقرس، داء الملوك، إيش بدكم أكثر من هيك؟ والله أكبر وصفة ما بتلاقوها في هذا المنتج اللي الله سبحانه وتعالى جعله بين إيدينا، في خصائص لأبداننا حتى لشعرنا حتى لسائر جسمنا. فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى، بيحافظ على الكبد وصحة الكبد من الأمراض والفيروسات، بقوي جهاز المناعة، بعطينا نظارة لبشرتنا، بخلصنا من الفضلات والسموم، طارد، وذكرنا أنه كانوا يستخدموه للإدمان أجدادكم. من الوصفات اللي بتدخل في الإدمان هو حبوب اللقاح والزنجبيل والخولنجان والبصل والثوم والحجامة. إذا بمنعنا من التخلص من الجلطات طالما خلصنا من الكوليسترول، وطالما فاد أوعيتنا الدموية ما في جلطة بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى لو إيش ما كنت ماكل بتكون خفيفة عليك لأنه أنت تناولت شيء بيبعد شبح الجلطات عنا. إحنا اليوم جلطة ماله والله مثل الغزال، شاب شفته مبارح ماشي بالشارع قالوا مجلوط، يا حرام، وراء 4 أولاد. صحيح مش كبار السن، هم المجلوطين مين؟ الرجال، نسبة صغيرة أو قليلة النساء بتنجلط، بنجلطوا لكن مش مثلنا، بنجلطوا الدنيا كلها ولا بنجلطوا. إذا ورق العنب الجاف فوائده عظيمة جدا للتنحيف، نطحنه ناخذ منه كمية، اما بنضع قدر ملعقة صغيرة بكوب من الماء ونصب عليها الماء الساخن ونتركها تتنقع ونشرب المنقوع، او نغلي 4-5 ملاعق من المطحون في لتر لتر ونصف من الماء، خليها تغلي على نار هادئة ونتركها نصفيها نضعها بالثلاج، ناخذ لنا كوبين الثلاجة البراد يعني، ناخذ لنا كوبين باليوم. إذا بقينا تناول أوراق العنب من مشاكل البكتيريا والإصابة بالبكتيريا والجراثيم ومسببات الأمراض، كثير مسببات الأمراض، وأيضا بمنع مشاكل اللثة، قابضة الأوراق لما تمضغوها حتى خضرة تحسوا أنه لسانكم وحتى داخل بطانة الفم مشدودة. وكانوا يستخدموها النساء للتشطيف، واستخدموا ماء هذه الأوراق، مغلي هذه الأوراق للجسم، والتخلص من الكثير من الأمراض. أجدادنا ما كانوا يتركوا شيء، والله ما كانوا يتركوا، كل شيء له فوائد، التهاب الفم، اللثة، أيضا بيقوي الأسنان وبيخلصنا من المشاكل ورائحة الفم. هذه أوراق العنب بيسموها الدوالي، شجرة العنب إلها أوراق بتكون ناعمة هي الأفضل من الخشنة، بيستفيدوا منها أهالينا، بيطبخونا ورق الدوالي أو ورق العنب، بلفونا يا برز ولحمة القليل من البهارات، بكثروا الفلفل الأسود بقدمونا إياه، وصاروا يعملوها ونشوفها إحنا على الفيسبوك واليوتيوب، يقلبونا إياها يا ويل قلبي بتشهي، وش يحط معها أجنحان إشي دجاج، وإيش اللحوم القص اللي هو لحوم الصدر،
أطيب شيء مع القليل من الدهون، دهون اللحم طبعا، ما ياخذوا لحمة قطعة مثل ما هي، تكون أطيب للطبخة. مين الشاطرة اللي بدها تعمل ورق العنب وتستفيد وتفيد عائلتها؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى إنكم تستفيدوا من كل شيء أنا بقدمه. والله أوراق العنب إلها فوائد لا تعد ولا تحصى يا أخوان. الله سبحانه وتعالى ما خلق شيء عبث. أوراق العنب أوراق أمينة، غذاء ودواء لأبداننا. تفننوا فيها النساء في الوطن العربي والغرب، اتعلم منكم. بتحتوي على سعرات حرارية عالية، أذكركم بس، والعديد من الفيتامينات مضادات الأكسدة يلي فيكم الأمراض، وشبح الأمراض جاي يركض علينا، احنا بنصدها في كل شيء طبيعي. وفي فيتامين ألف وفيتامين ها ورق العنب، وفيتامين كي وبي. شوفوا، بدك تشتريهم من الصيدلية روح يا أخوي ادفع فلوس، ما هي موجودة في طبيعتك. فيها من الأحماض، في من الحديد لدمنا، في من الصوديوم، يا سلام، بوتاسيوم، كل هذا بورق العنب. نعم، وفوسفور لأبداننا، ومنغنيز ومنغنيزيوم ونحاس. شو هذا؟ وين هذا كله موجود؟ بعبوة ولا بورق العنب؟ معقول كله هذا؟ ولا كيف أجدادنا كانوا يعمروا بأعمارهم؟ ما كانوش يلبسوا نظارة لما يروحوا على المدرسة مش شايف ولا يقرأ؟ لا والله، كانوا يقرأوا القرآن وكانوا يحفظوا الشعر، وكان شعر النساء جدايل جدايل، يلي انت قاصة وعملة كاريه كل يوم، بتعملي لي ميش وصبغة كل يوم شكل بدك يكون. وأبدا، وكانت عيونهم مثل عيون الغزال، كانوا يتغزلوا في النساء، صحيح، ووجهها مثل القمر. اليوم انت مثل القمر بالميك أب، غيره انسي الموضوع، إلا ما خلق ربي. حتى الحلوة اللي بتجنن لازم تحط ميك أب بدها تشوف حالها أحلى. طيب أجدادنا زمان والله كانت تهبل تجنن، كانت النساء تجنن وكانت تخلف 6 و7 و8 و9 و10 وتروح على الفرح وترقص، وأبدا أبدا ولا تفكروها إنه صبية. وين عظامهم؟ إحنا اليوم أمهاتنا بتشكي يا أخوان، مش قادرة توقف على مفاصلها ولا رجليها. يا رجلي، كل يوم ودي أمي على دكتور، أمي موعدها مع دكتور، أمي مش عارف شو مالها. صحيح، وين طيب عجاي الزمان؟ وين نساء زمان؟ ما رحم ربي. فأنا ما يأخذوني النساء إني أحكي، لا والله، هذا اللي بدهم جمال وهي تكون جميلة، لكن لما تحط على وجهها الميك أب وهالكحلة والميش ومش عارف شو، بتفكر حالها قدام المراية حلوة، انسوا الموضوع. على طبيعة الإنسان ولا أجمل منه الإنسان بجماله، شو مكان، شو مكان جميل إحساسه ومشاعره وعشرته مع الناس. فأسأل الله سبحانه وتعالى تستفيدوا من هالأوراق اللي هي أوراق الدوالي، أوراق العنب، ما إلها أضرار، لكن بنخاف من ضرر الرش، المواد الكيماوية اللي برشوها، بتروح بالغسيل والنظافة الزايدة وبتروح مع الصلق. مش أشطر من أجدادكم، اتعلموا، لكن أنا ذكرتكم بالفوائد العظيمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى تعم الفائدة على الجميع، والله يعطيكم خير هذه الأوراق ويبعد عنكم ضررها. ويلا اعملوا لنا ورق عنب وروحوا لبدي وعزمنا، احنا جايين. سلام الله عليكم، وروحوا ورحمته وبركاته.